السحر الهندي وباء أخطر من الفيروسات، بيجعل الشياطين منتشرة في البيوت وفي كل مكان، وصعب جدا إنهم يتأثروا برؤية أو العلاج بالقرآن. السحر الهندي هو أسلوب بيعتمد على الفلك والرقم والشيطان، وأسلوب السحر الهندي من أقوى الأساليب المنتشرة بالذات في دول الخليج، لأن الهنود مقيمين فيها باستمرار، وسره بيكون في معرفة هوية الشخص، اسمه تاريخ ميلاده أو الاسم واسم الأم. وهم كل اللي بيعملوه إنهم بيقدروا بطريقة ما، طبعا مش هنذكرها، يستحضروا الشياطين القريبة من الضحية، وإن كل إنسان بيكون موكل ليه قرين من الجن الشيطاني. وطبعا وضحنا الفرق ما بين قرين الإنسان والقرين الموكل، وإن كلمة قرين تعني الشيء الملازم مع الإنسان. وفي علوم تسخير الشياطين إن أي شخص بيقدر يسخر الشياطين شرط إنه يعرف أسماء الشياطين، وإذا عرفت اسم من أسماء الشياطين قدرت تعمل استحضار للشيطان وتكون حاكم عليه وتقدر تسخره. وكل شيطان بيكون خاص بمهمة ما، زي ما وضحنا أنواع الشياطين الخاصة بالاكتئاب والحزن وخلافه. والشياطين القريبة من الإنسان أو الشياطين الموكلة من الإنسان هي شياطين العالم السفلي الخاصة بيه اللي بتتفاعل مع الشخص نفسه، وكل شخص عنده مجموعة من الشياطين في العالم السفلي مرتبط بيهم. وإذا قدر الشخص يعرف الشياطين الموكلة بالإنسان يقدر يأمرهم بيضرر الإنسان نفسه، وده بالظبط أسلوب السحر الهندي، إنه بيعتمد على الشياطين الموكلة بالإنسان، وإن مجرد معرفة اسم أي شيطان بيكون عندك القدرة في تسخيره، ويكون التسخير ناجح إذا كان الشيطان هو الخاص بالشخص في العالم السفلي. والسحر الهندي بيعتمد على أسماء الشياطين المقترنة بالإنسان عن طريق الاسم وتاريخ الميلاد. وما تنساش إن استحضار الشيطان الموكل بالإنسان بيقدر يعرف عنه كل تفاصيل حياته، والشيطان الموكل بالإنسان أكتر شيطان يقدر يأذي الإنسان المتوكل به، وأي شيطان تاني إذا سلطته على إنسان ممكن ما يقدرش يعمله حاجة، لأنه مش عارف الشخص نفسه ومش عارف إيه نقطة ضعفه. أما الشيطان المتوكل بالإنسان هو فاهم الإنسان من كل الخبايا الخاصة به، وكمان بعد استحضار الشيطان المتوكل بيقدروا يعرفوا منه كل تفاصيل حياته بأدق التفاصيل، وبيأمروهم بالأذى والضرر والفراق. والشيطان طبعا هينفذ لأنك أنت معاك اسم الشيطان، ومجرد ما يكون معك اسم الشيطان بتقدر بكل سهولة تسخر الشيطان نفسه. رغم ان الفكرة خاصة بالسحر الهندي سهلة جدا في طقوسه، رغم انها صعبة جدا في علاجه، وان معظم الناس اللي بيتعالجوا منه اما بيكون العلاج مؤقت او بيفشل، او بيكون العلاج ناجح لكن بيصاب باثار رجعية على اشياء اخرى زي فشل العلاج او تعطيل الشخص نفسه، او انه يجعل الشخص فاشل في حياته، او يجعله يصاب بحالات الاكتئاب والحزن زي ما وضحنا قبل كده، او يكون العلاج ناجح لكن يضر الناس اللي حواليه زي فشل الزواج، يجعل الشخص عاجز على القدرة الجنسية او عاجز اصلا ان هو يرتبط، او يأذي الاخوة والاقارب القريبين من الانسان نفسه. والسر في ده ان بعد اصابة الانسان بالتوكيلات الشيطانية اما في مرضه او في الفراق او ايا كان، الشيطان بيسيطر على القرين الخاص بالانسان ويسخر قرين الشخص في اذى نفسه، وبرمجة العقل الباطن للشخص انه يصبح الحزن والهم والاكتئاب ومشاكل الفراق من عادات الشخص نفسه، فما يقدرش المسحور التخلص من السحر بكل سهولة، لان اساليب العادات الخاصة بالعقل الباطن بتقول ان السحر والفراق والحزن والاكتئاب دي عادات من عاداته، زي مثلا التدخين او الافراط في الطعام او المخدرات زي ما وضحنا في موضوع العادات قبل كده، ودايما بنكررها لان هو ده السحر المتجدد من الشخص نفسه. وفهمناك قبل كده ان فكرة السحر هي اصابة الانسان بلعنة السحر، ولعنة السحر ان برمجة العقل اللاواعي وتسخير قرين الشخص انه يستمر في السحر نفسه.
لو تفتكروا لما قلت لكم ان اقوى انواع السحر بيقعد في ايد الساحر 40 يوم وبعدها السحر ما بيكونش ليه قيمه، لكن الساحر في خلال ال 40 يوم بيكون برمج العقل اللاواعي وسخر الشياطين الخاصه بالانسان في ضرره، وكمان اذى الشخص من خلال قرينه انه يفهم القرين او يجعل القرين الخاص بالشخص متسلط عليه ويهيئ له المصايب والاذى والتفريق. عشان كده دايما بننصح الناس انها تتعلم قدراتها الروحانيه وتتحكم في قرينها قبل ما تسمح للسحرة انهم يتحكموا فيه. ولو مش عارف يعني ايه قرين اصلا ممكن ترجع للفيديو الخاص بالقرين الظاهر قدامك واعصبهولك في صندوق الوصف. وهو ده بالظبط اخطر انواع السحر المنتشر في الدول العربية بالذات في الخليج. وفي مرحلة ما بعد السحر، بعد ما الشيطان يدمر الانسان ويسبب له حزن وفراق وكل الطاقات السلبية ويبعده عن احبابه وكل ده، الشيطان ما بيكتفيش بده، بيوصل معاه لمرحلة متقدمة بعد فشل الشخص من العلاج وفشله في التغيير وخلافه. الشخص للأسف بيتفاعل مع الشيطان، والشيطان يوهمه ان هو ولي من اولياء الله، الملاك الانزل من الرحمن علشان ينجيه من الاذى الخاص بيه، والشيطان يتنكر ويخليه يقرأ من القرآن ويخليه يصلي ببعض الفتن ويخليه يبدع ويخترع في اختراعات زي ما وضحنا قبل كده في موضوع الرقية الشرعية، ويجعل منه وسيلة للاستهزاء بالقرآن زي دهن مناطق حساسة من الإنسان بمية مقرى عليها القرآن، وإن الشخص يستحمى بمية قرآن، أو إن الشخص يمسك عضو من أعضاء جسم المرأة أصلا ممنوع ومحرم إنه يمسكه بحجة إنه بيقرأ عليها قرآن. كل الناس دي معظمها موكلين الشيطان وبيعالجوا بالشيطان. طب إزاي الناس دي هي مسحورة وفي مرحلة متقدمة من السحر، وإزاي يقدروا يعالجوا بالشيطان وبمجرد إن هم يقروا فعلا عن المريض المريض يتعالج؟ طبعا كلام متناقض جدا. انا وضحت قبل كده النقطة دي، وضحت انواع المعالجين، ووضحت المعالج السفلي او المعالج بالطاقة السلبية فكرته ان هو كل اللي بيعمله ان هو بيكون عنده كمية من الطاقة السلبية اقوى من الشخص المريض اللي هو بيعالجه، ومجرد ما الشخص اللي هو مواصل لمرحلة متقدمة سواء من السحر الهندي او من سيطرة الشيطان عليه يحاول يعالج المريض ويقرأ عليه، كل اللي بيحصل ان الطاقة السلبية بتنجذب. شخص عنده طاقة سلبية مثلا لو قدرناها اللي هي 100 هرتز، واحد عنده طاقة سلبية 200 هرتز، الشخص اللي عنده طاقة سلبية 100 هرتز مجرد ما يتفاعل مع الشخص التاني اللي طاقته أكتر أو مضاعفة، كل اللي بيحصل إن الشخص ده بيتخلى أو بيحصل توليف ما بين الطاقة السلبية الضعيفة وبتروح للطاقة السلبية الأقوى، وهو ده بيحصل مع المعالجين المتوهمين اللي متحكم فيهم الشيطان. كل اللي بيحصل إن هو بيكون عنده طاقة سلبية أقوى من الشخص العادي، وكمان بيبرروا لنفسهم، يقولك أنا أقدر أنفع كل الناس بس مش قادر أنفع نفسي. انت مش قادر تنفع نفسك علشان عندك كمية طاقة سلبية قوية منعاك انك تحقق كل اهدافك. انا اقدر اعالج كل الناس بس ما اقدرش اعالج نفسي. بالعكس، انت اصلا في كمية تعب من الطاقة السلبية اللي بتسحبها من الناس. انا بعالج كل الناس وكل شخص بعالجه بتأذى وبحس بالضرر. فعلا انت بتحس بالضرر لانك بتسحب همومه وتخليها فيك، بتسحب تعبه وتحطه جواك، وهو ده اللي بيحصل بالظبط. ودي المرحلة المتطورة من السحر الهندي اللي احنا المفروض بنتكلم عليه، اما انه يخلي الشخص في فخ وفي حيرة من خلال سلسلة المعالجين وخلافه، لان المعالجين مش عارفة يعني ايه شياطين موكلة وازاي يكونوا غالبين عن الشياطين دي ويقدروا يطردوها، وكمان بعد الطرد حتى لو عملوا كده مش عارفين يعني ايه برمجة عقل باطن، ان ازاي يخلي الشخص يتخلى عن العادات دي، وحتى لو عرف برمجة عقل الباطن ما بيعرفش ازاي يعني ايه قرين. الكارثة الكبيرة اللي ممكن تهيئ للناس مصايب سودة وممكن تأذي الناس وتضرهم. فاكر ساعة لما قلتلك في الفيديو الاخير تقريبا اللي هو علاج السحر باكواد الطاقة ان ممكن العقل الباطن يسبب موت الانسان، وديتك امثلة على الموضوع ده. هو ده بالظبط اللي بيحصل كمان، ان انت لو عالجت السحر وهيئت القرين ممكن عقل الباطن يؤذي الانسان لدرجة موته. فموضوع العلاج يحتاج دراسة قوية
وفهم كل الأبواب الشيطانية والحيل الشيطانية، ويكون كمان من شخص عنده قوة روحانية قوية تقدر تبعد وتنافر الطاقة السلبية، مش بيكون عبارة عن شخص مأذي طول حياته ومجرد ان الشيطان توهم ليه بقى يقول انه هو عنده خدمة روحانية ودول خدامي ويحاول يعالج وفي الاخر يلاقي نفسه في مصايب سودة. فكرة العلاج او العلاج الروحاني هي عبارة عن رسالة قوية، رسالة فعلا ما يحملها الا الناس اللي عندهم الحكمة. من اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. العلاج الروحاني قبل ما يكون علم هو هبة من الله عز وجل، ومهما كثرت أساليب العلاج هي عبارة عن خطوات هتعملها صح هتبقى فعلا معالج صح، وهتلاقي نتيجة هتنفع بيها نفسك وحواليك. والفرق ما بين المتوهمين بالخدمة الروحانية اللي هي نتيجة السحر الهندي أو خلافه انهم بيأذوا نفسهم كل مرة بيعالجوا فيها، اما الروحاني المعالج الصحيح كل مرة بيعالج فيها بيقوى طاقته ويعززها وينميها ويرتقي ما بين الناس وما بين الارواح. والموضوع السحر الهندي بسيط جدا لكن خطر جدا، طبعا اي نوع من السحر خطر لكن ده اخطرهم، اخطر من السحر الاسود. ولو كنت انت حسيت انك انت مريت بالسيناريو اللي انا شرحته ده يبقى لازم تكلمني وتتواصل معايا عبر ارقام الواتساب الظاهرة قدامك، ولو انت مش عايز تكلمني يبقى حاول تعالج نفسك بتلات نقط. اولا انك انت تكون اقوى من الشيطان وتتحكم في افكارك وفي عقلك. ثانيا انك انت تهيئ مستقبلك وتتحكم في قرينك عن طريق الفيديوهات الخاصة بالقرين. تالت حاجة انك تتعلم ازاي تسيطر على عاداتك، وكل ده ممكن تلخصه في كتاب قوة عقلك الباطن وكتاب قوة العادات، وتتعلم من قناة عالم الروحانيات ايه فعلا معنى الروحانيات الحقيقية، وتبعد عن الخرافات والشعوذة المنتشرة. ولو عجبك الفيديو ساعدنا وتفاعل معانا، وما تنساش تكتب رأيك في التعليقات وتكتب كمان الموضوع اللي انت حابب نتكلم فيه المرة الجاية. وشكرا جدا لمتابعتكم ودعمكم.